أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفت على الطريقة المباركة المحمدية الفوزوية الكركرية عن طريق النت، ورغم أنني من مصر، وشيخي شيخ الطريقة قدس الله سره مولانا محمد فوز الكركري من مدينة المغرب ومن مدينة العروة تحديدا، إلا أن هذه المسافة لم تحرمني من مدد الوارث المحمدي، ألا وهو مشاهدة النور المحمدي والعلم اللدني. فهنا تغيرت حياتي للأبد، ورغم كثرة أورادي قبل الطريق لم أجد ما وجدته مع شيخي أبدا. تلك البذرة التي زرعها مولانا في قلبي ورعاها يوما بيوم وسقاها بماء الحياة أنبتت في قلبي نورا، ومنها رأيت ما لم يكن يخطر على قلبي، وعرفت بسر الختم أني كنت وما زلت وسأظل لا شيء. الآن أجدني في مراحل إنبات وتغير مستمر، أسأل الله ألا ينقطع أبدا بسر ختمه الشريف. ولسان حالي يقول شهدت وشهدنا وطابت نفوسنا، وقد لذ لي ذلي ووحشتي، أحن على ذل وأهون على هدى، وأسري على علم لأنواره طالعة، فأنا به منه مجموعة بكليتي إليه، محجوبة بحسي ونفسي، ومع خوفي لا ينقطع الرجاء مني، أشعل قلبي بحب الله، وأوقد نارا طهرتني من الناس. فيا سائرا إلى ما سرت عليه، اعلم أن بشيخنا الحقيقة والوصول والغاية والمأمول، اللهم حققنا به واجمعني عليه ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى يا رب العالمين. إن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن الله وسر ختمه الشريف محمد فوز الكركري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.